متواجدين اليوم نحن في نادي الحمرية الثقافي الرياضي في فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي 29 سنة من العطاء تحت شعار عطلتنا غير برعاية كريمة من مجلس الشارقة الرياضي. اليوم نحن في ملتقى الحمرية الصيفي نبحث على كل ما هو جديد. أسبوعنا اليوم بعنوان هنا الشارقة، فعندنا نحن فعاليات متنوعة، فعاليات ثقافية اجتماعية رياضية كل أسبوع بعنوان، وهذا العنوان نبني عليه فعالياتنا. نفس ما ذكرنا 29 سنة من العطاء، عندنا اليوم شركاء استراتيجية مثل بلدية الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية، شرطة الشارقة، بالإضافة إلى هيئة البيئة والمحميات بالشارقة، عندنا رعاة، وعندنا الراعي الذهبي هيئة المنطقة الحرة بالحمرية. طبعا فعالياتنا تختلف، عندنا ثلاث فئات، فئة البنات، الأولاد فئتين من 7 إلى 12 سنة ومن 12 سنة إلى 17 سنة. كل فئة لها فعاليات خاصة بالعمر والبنية الجسمانية لكل فئة. في عندنا تعليم، في عندنا رياضة، في عندنا ألعاب مائية، ألعاب شاطئية، وتختلف باختلاف الأسابيع والمسميات عندنا.